الصوره عويلة الصوره الصوره عويلة اسامه الصوره عويلة اسامه اش كدير دابا نشوف عوينات وري معوينات وري معوينات لا لا شو وريهم بصح عوينات بصح لا لا عوينات نشوف عوينات عوينات فين راه هذه اللي هربت انت علاش علاش هربتي علاش فين هربتي قبيله علاش هذه هي اللي في الطرف باينه فيها ذكر لي هرب لا وذكر ها هو هذاك اللي تذكر هذا ماشي هو اللي هرب شنو اللي في بحال الطوسخات شوف شوف اما انا غناكلك زعما راك زوين زعما راك ماشي هو اللي هرب نتوا نتوا اللي هربت نتوا هذه هاتك فين واحد الكنار فين مخشي تواتف ها واحد الكنار تشوف راه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحباب والصحاب انت تكون في احسن الاحوال ان شاء الله رب العالمين كما كتشوفوا الفيديو تحيه لكم كبيره داخل الوطن وخارج الوطن هذا الصباح هذا اخوتي تشهينا اخوتي نرجعوا للاجواء اللي كنا شحال هذه ايام زمان يلا فين جينا لهذا المكان البلاد انا كما كتشوفوا كان عندنا الواز الباط الكنار داك الشيء اخوتي ورجعنا نحييو داك الذكرى اللي كانت عندنا شحال هذه فلهذا قررت انا وخاتي فاطمه وايوب وحمزه هذا الصباح هذا نمشيو للسوق وجبناهم هما تشوفوا اخوتي كاين الكنار نقدم لكم السيل كنار فين هو ها السيل كنار تكلم تكلم الكنار ها هو الكنار السيل كنار ها مرتو هذا السيد البط مرتو هذا السيد الوز مرتو وهذا الدجاج الفيومي غنخلي خاتي تعطيكم الكلمه باش تقول لكم شنو هو الدجاج الفيومي تعطيكم معلومات عليه تحيه لك السلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي ولدتي تحيه لكم كاملين والله يسلم امركم والله على درجتكم والله يفرحكم وليا باش تتمنى لي خاطرها يا ربي امين وشكرا لكم والله يفرحكم وليداتكم وشكرا للمتابعه ديالكم امين ايوا انتما كتشوفوا هذا النهار صبحنا في السوق اييه يا والله الا خالتي مشروع زوين هذا بان لي خاصني ندير واحد المشروع شوف انا غادي ندير مشروع ديال القنيات اللي بغى يجي ياخذ عندي قنيات داكشي شوف العفره مازال ما بديتش العفله عمرها سلع قبايا قطه راه طنوبي وهذاك الدجاج الفيومي هذا الناس يجيو بزاف الصراحه راه كان غالي واحد الوقت كاع بزاف دابا راه شويه بقى تيدير دابا هذاك تيبيض بزاف هذا الدجاج الفيومي انا زايوم باش يكون صغيورين انا باش يولفوا عندي ها ها الفريال وحده هذا التوقه هذا الدجاج راه كاين لي 4000 2000 وشي حاجه 3000 هذيك وكاين هذه تيقولها الذهبيه ها هي الفضيه الفضيه ها هي راه بحال يوم الفضي هذاك وهذا الذكر ديالهم ها هو هذاك جبت ثلاثه نتوات وذكر بغيتني ندير منهم مليون قال لك لوح وسامه لوح لوح فين اللوح وسامه النهار مشى عجبو الحال وشاف دوك ديك الدجاج وشاف الحمام والقنيات داك الشيء عجبو بحال هكا مشى بحال اللي مشى الحديقه والله الا وهذا خاص الكنار هذا الكنار هادي هذا البط البطه يلا دابا باش نطلقوا داك الشيء وفاء باش نطلقوا ان شاء الله ولكن انتما قبل هذا الشيء خصكم تصوروا من ديك البلاصه ديالهم يعني مازال كاينه بقى خصها غير السيمه خاتي ولا بلاش ما كانت تسلم غادي نجربوا كانت تخوا كتتنقص كان ما كيتنقص منها دابا يبغى يدير شي سيمه يدير مع الجناب ويدير تما شي حريره شد الحريره راه خصك السيكه راه خصك السيكه شوفوا ولا كاينه عندنا السيكه ما كاينه السيكه ما كاينه شوفوا السيكه دابا نشريو نتقلو بدا شويه الماء السيكه ولا السيكه تينشف السيكه السيكه واحد البرودوي كيتزاد مع السيمه باش ما كيبقاش يدوز البطن ما يبقاش يدوز الماء لتحت بحال كيبقى بحال الزليجه دابا ما خصهم ضروري هذيك الايامات فاش حنا ماتوا لنا كنا حيدنا ديك ديال الماء ما عمرناها لهمش وهملناهم وصافي خفاف وبقاو تيموتوا اخا ما خصهم ضروري شي حاجه ضروري عوم لهذا فانا قررت ان شاء الله غنلوحهم في لاكيسين بما صوبت لهم السكن ديالهم ان شاء الله غنبرعوهم اخا غادي نبرعوهم واش سبحان الله شحال كان فيهم من درتي غطسوها تيغطسوها هكا تيمشيو سبحان الله العظيم اصلا ديك الزعانف ديالهم هما برمائيين فيهم هما عندهم الصبعان وعندهم بيناتهم داك الجلده راه راه جرحتني وحده هاد الصباح راه درت ايوب هاد النهار فيلم اخوتي شوفوا شوفوا ماشي مشكله ايوب ماشي خساره هاد النهار واحد البطه هربت لنا خوت ياك زعما راه تيقيصها انت اي برافو يا برافو اسامه ها اسامه هذاك قالك هذيك دوسه صافي كلشي دولدي كلشي اسامه تاع هذه شوفي 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 هذيك حلف متتبعه الفكره هذاك هذاك اللي كانت هربت لنا هذه هذيك اللي حلف لنا هذه 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 دار لنا واحد متتبع مسكين وجد دابا هذه العرسان اللي جبنا كما كتشوفوا عندنا الكنار البطة وراجلها الكنار ومرتو الوز وراجلها داك الشيء راه حنا جايبين هنا العرسان ديالنا ان شاء الله اللي ما غادي تشاركوا راه المسابقه اللي غيديروا غيمشيو غادي يعوموا راه اللي العوامه فيهم هي اللي غتربح شوفوا السيسام بدل الزغب ولا تيبري
سام سام راه كيشوف فيهم قاعد عشا جابوا لنا سيدي ربي. وطبيعة الحال اخوتي راه مشينا الصباح بكري باش ناخذوا السلعه تكون زوينه نقيه. دابا راه جينا جبنا معنا السفنج باش نديروا الفطور. غادي ندير واحد كويس ديال اتاي اخوتي بالنعناع ان شاء الله غادي نفطروا هذا الصباح هذا. وجبنا شويه ديال الحوت غندير شويه الحوت ان شاء الله للغدا. دابا انا كنعمر الغلاي باش نديرو يطيب ان شاء الله يا ربي امين. ها نتوما نديروا شي اتاي يكون فيها عتالتك ايوب ان شاء الله يكون من النعناع طيب. وندير ديك السفنجه ديالنا صوب الصينيه ديالي ونخلي معكم دابا ايوب غادي نمشي يقاد لهم ديك البلاصه باش ان شاء الله تشوفوا داكشي يجي غزال. البلاصه هذه عقلتوا عليها شحال هذه في الفيديوهات ديالنا الاوائل فاش كنا يلاه بدينا اليوتيوب. كنا هاد البلاصه كنعمروها بالماء هنايا وكان البط والوز والكنار كان كيجيو كيعوم في هاد البلاصه. دابا بغينا نحيوا الذكرى. كان جات واحد الوقيته جبنا الماتيريال ديال الخدمه وكلشي وشي تردم هنايا وبقى تنزيدوا شي على شي. هاد البلاصه ما بقاتش مات الوز مات الكنار مات البط مات كلشي. ودابا ان شاء الله بغينا نعاودوا نحيوا الذكرى ونقيوا لهم هاد البليصه هادي ونعمروها عاوتاني بالماء ويعيشوا معنا وتعيشوا مع بعضياتهم. مازال دافية سخونة كاع بيضة مسلوقة من اللوزين من المعصرة هذيك ديال أسامة عطانا سلقها هاي بيضة مازال جديدة. شو كيديرها هادو لا واحد العتوقات شريتهم هنا عند واحد دابا مسكينة الدجاجة كتبيض كل نهار والمرا كتولد غير مرة واحدة في 9 شهور وواحد العذاب. شو الدجاجة كتعذب كل نهار باش تبيض كل نهار سبحان الله العظيم. أسامة ها هي بيضة ديال قبوش ويسوا هكذا بعدين تنسلقا الأسامة هادو لا واحد العتوقات عاد شريتهم عند الجارة ودرتهم تسمعي لداخل باش ما يولفوا. الصراحة اللي بغى يدير دابا الدجاج البلدي من الأحسن يدير الفيومي أحسن. واش الفيومي حتى هو بلدي؟ لا كاين مع كاين تيجي من برا واقيلا المستورد. انا كنشوفو كثير بعدا هنايا البلدي ديال المغرب اليوم ما عرفتش ما كانش زعما شحال هادي. انا تنعقلي على البلدي كل يوم ساكنتي لهتو شو اخرين بغاو يسكنوا. سبحان الله العظيم ما عرفتش انا جاي من السوق كحزو مع عيون العسكر داخل كحزو اخرين شوفو كحزا هي كيفهم الاجر يا 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 ايوا انت باش تعومي كاع انا هاد الوسط ما قلت يا تيشرب دابا دابا والله الحيدة خليه يا سما هادشي اللي كان عاجب ايوب بغا يرضو تيرمي لهم الخبز تما تيرمي لهم تيكون لا في الوز ولا في هذا تيكون هذه صغيره ها هي نتوى من هنا وهذاك الذكر الكنار عاوتاني نتوى راه مليو وهذاك الذكر هذا الوز ها هي نتوى وهذاك الذكر تيكون دائما وافي هادشي انا باش نعرفو. حاضرين فاش تيكونوا عندك الدجاج والوز والباط والكنار وحيوانات بحال هكا ما كتضيعلكش الماكله شاط لك بطيخ شاط لك دلاح الخبز براسو والخبز هكا يابس كتشدو كترمي لهم في الماء كيبقاو ياكلوا. تاكلوا الخبز هكا كترمي لهم في المانيشه ياكلوه كامل حرقتي ولا ما لا هي تبع لي احسن بدي الطبق الصينيه الزربه ديالي الحداقه ديالي وانا نقل راسي ها ماشي شي حلقه قاصحه غير شويه المهم يا راه فين ماشي جغمات وصافي تيكون راكم عارفين الاتاي كيكون سخون. ايوا راني راه بديت كنحط لها في الطبله ديالنا راه حطيت كنحط الفطور نفطروا اخوتي باش ندير شويه الطاقه عاوتاني. ورا جبت الحوت باش اليوم نديرو ان شاء الله داكشي للغدا يلا اي وهذه هي الطبيله ديالنا كوفا اي هذه هي الطبيله ديالنا السفنج جبناه الصباح مسكوتة صوت البارح واتاي كما كيشوفوا المشاهدين وتحياتي لكم اخوتي هاي تفطروا معنا جبد لا غادي نفطر كما صورتك اي اخوتي خويا رجعي لي كريمه تاع الصباح نفطروا بهم تبارك الله ها هو اخوتي دات الفلفله هنا راه كتشمشها وريهم اي وريهم نديرو بها الشاونيه نديرو الشينيه الساعه مشات الحراره ما كايناش حنا نفرجنا هادشي والله غير هذا الماء هي تتبغي الشمس كتبغي الحراره باش كتطلق ولا شنو شفت تتيبس
مادارش تطلق الماء ديالها باش تجي بس ما تطلقش داك الماء ديالها باش ما تجيناش دايره. ما تلقات الماء ديالها راه ضايع. اي هذا الماء شفنج هذا زوين تطلق غمزه كل شفنجه شفنجه للغدايه. طلعتي ودا في هذا الفيزان هذيك اللي قام شتي راه شعشعات وعرفتي شنو على ريحه فيها. دابا غادي تضربها الشمس القامه فاش تكون مظله راه ما تعطيش الحروشيه ديال الريحه. دابا هذه فاش تكون ضربه فيها الشمس تكون حرشه وحرشه اللي تشوفي حرشه حرشه ولا حارشه هذا كنوريهم في اليوم راه هذا اليوم وهذه مرصيطه راه كلشي تيتزرع سبحان الله راه خصها مقابله. ها هي مرصيطه زعما الماء صافي هذا راه تحت وسط هذه مرصيطه هنا وهذاك راه زعيط راه هذه زعيط راه طريت تنوض في الخلا. هذه من انت من انت وهذه في اليوم هذه زعيطره وهذه من انت هذا في اليوم كلشي تزرعوه داكشي ماشي هذا في اليوم غير هكا في البيزون واخا تكون هذا فيه زوين واخا هذا فيه في شكل هذا فيه هذا لا غير صفار بحال هذا لا ونفيه الورقه بزاف على ديال ورقات كبار هاك ورقات فيه كبروا عجبهم الحال والله الا عجبهم الحال هذا غادي يدير حتى الورد راه تشد عرفتي باش كان ديك الحراره شحال هادي غير كتخرج الورده مسكينه كتحرق كانت الحراره واخا كنا كنسقيو واخا ما راسل راسل ما سيرش ها اسامه شنو غنديروا دابا؟ ها شنو غنديروا دابا؟ عومو شكون اللي غيعومو؟ شكون اللي غيعومو شكون؟ شكون اللي غيعومو؟ خمسه ها؟ انا غير صافي هذا راه جبناه وسرع سرع عد كلشي وحده وكل شيء بدغما ها؟ عندك ديرها ديرها هنا 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 سالو سالو سير سير بلاص سير بلاص سير بلاص سير بلاص بلاص ها ها ويلي ها خصك ما كيشمو فيك ريحه الخوف صافي لا لا تلقاك من تبارك الله بدل داك الزغب ديالو ولا اللون ديالو زوين تحمقنا هو عندك هو واحد النوع ديال القطوط بحال هذا الشكل تا هو دابا كل حاجه جبتي يوز الماء السيد راه مشى عام في لابيسين عاش الحياه وباغي يتعد سفيان كان غيحيد لسفيان معاك كنهضر دبهني ولا ان خوتي هاد الكلبه دا عندنا حار عرفتي ميمكن شوف 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 هاو دخل ميمكنش شوف 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 هاد الحجر طيح حداه سيليا دابا شي مشي سيليا قلب معاها هذا بقى غوت هنايا جيت شوف واجي ها هو وقيقه راه وقيقه راه باقي عيطنا باش نمشيو تما باقي عيطنا سيليا ولا ليليا سيليا ولا سيليا ولا سيليا ولا مايا تاهي لا ماشي مايا هذه عندها سيليا 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 هنا اشنا اشنا تحطنا راكي حامله تصدقتي غير معرقاها ماكله هاي تحطنا راه حامله تصدقتي غير معرقاها ماكله لا الزوينه هادي فين صاحبتك فين صاحبتك لاباس عليها بخير ولي شو صامل هي راه راه بحال شاتني شادينو صافي مايا مايا مسكينه عيا مايا انت هي طب انت هي الزوينه انت مولا العقل انت مولا انت هي الرزاق فيهم كاملين صافي 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 مايا زوينه مايا زوينه هي الزينه كلشي شكون بحال هو زي اليوم اليوم مره مره كندور عليهم ساكن كندلعوهم باش ما يساوناش اخوتي شنو هذوك شكون نتوما هادي هادي مثلا ما باش شنو هادي كتحركها بكرشها شو اسامه هي وياش اسامه كتلعب معاها زوينه هو جا الما دابا دابا ما بقى لنا الا نطلقوهم يلا لوحي يا الواد في الماء نشوفو هاكا اسامه تلوحها يلا شد لا 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 شد ما تخافش شد شد شفت الماء كاع لي مجا انا ماما غاي 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 ماضيين بزاف الله 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 الله
بدي سخون بدي سخون. شوفي شوفي. لا أنا خايفة نصور والله أنا خايفة نصور. وخذ زي. أه هيا. لحظة لحظة هذا. هو البط عاوز يعني؟ هذا هو التكر ديال البط. وبهذه الطريقه اللي كيديروا كيبردوا على راسهم. الانتوا ديال البط حتى هي مارح الوالدين خربت قلبها. دابا غنمشيو نجيبوا الوزات الكبار. الوزات اللي باش تيهبوا تيجي فيهم واحد الديكور واعر. هاد الوزارة مازال صغيرة مازال غير فرخاء. لا 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 دابا راه شبعوا معاه غادي يطلعوا عاوتاني يريحوا شي شويه ويعاودوا يهبطوا. وراه كانوا مربوطين قال لكم مزاك بحال كانوا مربوطين. راه كانوا مربوطين الوالدة. والله الا زعما شفنا طيات من شي الصباح. ربي غادي يشتري ليا بابا. لا لا وفاء خلاص جايبه البيدوزه صرا داك الوز غني بار غزال عطينا هذا البير عطيه بار حنا عندنا انا 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 ها هو الماء ديال البير عطيه بار لكم اخوتي هاد اجواء هما اللي زوينين اخوتي ويلي تقول ما فيه لا كلاص على الارض الله العظيم تنقيو الريش ديالهم تنفضوا ديك الوساخ وداك الشيء كلشي اللي مازال غيزيانو مازال عندنا غادي يزيانو بالماكله والتهلو تذكر كي يدير له الريش باش تيطير راه تيطير عرفتي واحد الخطره كانوا تيطيروا لنا فوق الماكله ويمشي ولي ورجعوا عقلتي عيوب اه كيدوز زيد القزوه كيدير واه واه كتسمعوا دايز بحال خرجت طياره الريش ديال الجناح ديالو وتا هو راه كيحيد الريش دابا انتم لاحظوا دابا هذاك راه كبير الذكر دائما تيكون فيهم سبحان الله هذا الذكر هو راه كبير وتا الكنار راه عاوتاني الذكر كبير شو شو كلهم تيحكوا هذاك باش معجون ما تيشوفش سبحان الله منظر فيهم واعر الصراحه واسامة عجبو الحال اسامة فرحان فرحان بروح فا كي جاك الشفنج زوين هاد الشفنج اخوتي راه ديال السوق مع اتاي عرفت شهيت يا اخوتي ديال السوق تيشهي شوف وهاد الحلوه اللي درت لنا وفاء عطي واحد السوق واتاي دارتو حتى هو وفاء شهونا الصباح اخوتي بغينا نقزو نفطرو الساعه ما يكفيهاش الوقت ساعة جبنا غير السفن عطيه السفن عندو تبارك الله غزال فن تبارك الله درنا السفن شوف السفن شوف اه شوف اه عطيه واعر السفن تبارك الله ودرت انا اتاي بلا قمه شوفوا يلاه كبي كبي وفاء عليها شي شي دكا عرفتي ما كاينش حسن هاد الاجواء اخوتي والله العظيم الا واعرين هاتهم حطهم في الجنه راه مكشكشه بكشكوشتو كشكوشتو قالك اتاي برزتو اتاي برزتو احسن من حليب دزتو اه اه
ويجي هكا ها انت ها السي ايوب ها 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 ميرسي تجي تفطر هذا هو الفطار ديالي دابا انا الباي ديالي جات معاك الفوطه ها قول بالصحه قول بالصحه بالصحه والراحه قول بالصحه انت ما غادي تخدم الصباح اخوتي من الصبح لا هذيك الزينه شرينا هادي شي هادي شرينا هادي لا لا سيت وها انت ما جبنا هاد اللوين هاد الموطارد هذا ها انت هاد اللوينات زوينين كاين هاد اللون وكاين هاد اللون كنت كنقول لهم في الكوزينه وانا خاصني نشتهي بحال بحال بغي يقول بلا دابا 400 ريال هادو حنا شري الكبار ديال هادو وحق الله دايرها جوج من هادو جوج ب 400 ريال قال لك هادي 400 ريال 400 وحده ولكن ديك اللي شريتي انت الاولى كبير على هادي فيها دري جوج من هاد ياكي 400 هو قال لك هادي 400 هادي دابا 400 يلاه قول واش دابا 400 هادي هادي راه كنحيد ندوري السنتات هادي 400 هادي شرينا اخت هذيك هادي اخت هذيك كبيره والله الا كبيره هادي 400 باش نتغداو واجب كتعوم كتعوم كنت حصانه كتعوم في الشتاء لا وشو الشتاء كتطيح يا ونبداو مع الشلاطيكس اييه ضروري انا شنو انت يا انا بطاطا انت خاصة من الصباح اخوتي ولا درت واحد الطبسه ديال الخير خوالي خوالي واحد الطبسه ديال الخير بالجن هذا الباس نقولوا لنا المشاهدين الكاليتي ديال الكاميرا الجديده كي جاتكم دابا دابا راه شادي كاميرا جديده انا هضروا هضروا خوتي بليكم هاد البدره زوينه خويا ايوب تبارك الله عليك واخا فيك انت خويتي داك الخيار تبارك الله عليك اخويا ايوب عطاك الله الصحه اخويا ايوب راه خصي تسيزين اخوتي تسيزين ايوب فين ما كانت انا جيتك كيمشي الشريه سير سير الله يحفظك حبولك انت وانتم اخوتي هذا هو الحوت ديالنا شوف تبارك الله راه قليته جا غزال وهاد القريصه شكون بحالنا حنا داك الموت على القرصه هذاك الشمولي اللي كتشط لك على الحوت كتخلطيها بداك الطحين وكتبقي تحرق كتحمريها فوق الزيت كتجي غزاله هذه حنا كنديروها دائما هذه سكنا بين القرصه ها القرصه هيا هذا هو الغداء ديالنا مازال الغداء مازال تبارك الله الله يقوي الخير وشنو مازال تما مازال الرئيسي يقول لي واش من رئيسي ها واش من رئيسي مازال شنو مازال بي ام ار بي ام ار اه درت تي ار ار اه بيدو ماطيشا بالكفته اه ميرسي بوكو فريمون ميرسي بوكو شتك تبارك الله عليك وصلان وبالصحه الراحه هذا ملكي والله الا ملكي هذا هو الغداء الملكي عندي انا حيدي عليا داكشي ديال البسطيله وداكشي ديال ديال هاهو ها غداء فيه سوربرايز كبيره اي 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 شنو شوف اخوتي شوف اخوتي الحوت كي داير شوف شوف ها انتما ها انتما بيض ومطيشه ايوه بيض ومطيشه داكشي يا سلام مزيان الزيت راه فيش مع هاد القرصه وهاد القرصه معلاش كتكون ديما حاره سبحان الله العظيم ها هاد القرصه هذه كيديروها دائما كتكون حاره هذيك الشرمه ديال الحوت كتكون عصيمه او تبارك الله وصلاه عندك الطويله ديالك كامله مكموله يا سلام خاصنا شنو زعما تجيبي الشبكه باش ديري فيها الخبز داكشي ديك البروتوكول داكشي خلي الخبز في بلاصتو هز من هنايا عادي جدا على مالنا حنايا كاع ديك العياقه وداكشي ما عندنا ما نديرو بها ضروري ضروري باش تجي الخبز يجيك ساهل في الجبده انا راه كاين الخبز دار اخوتي قلت ايوب انا كيعرف فين كيعجبو مع البيض ما عرفتش شنو ناقص ناقص حاجه منظر الهنديه الهنديه كيما قال لك ساهله في السرطه صعيبه في الحطاق هادي هذا خبز الدار مع خبز ديال السوق وكلوا بالصحة والراحة كلوا واشربوا هنيئا لكم بالصحة والراحة الله يخلف عليكم يا أهل المكان بالصحة والراحة ولدي يا بسم الله خاطي هذا مع الفلفل كتجيبها هنا مع الفلفلة لا كتجيبها لهنا كتجي هنا كتحبس الشتا كتديها هنا كتبدا الشتا وانا راه شفت شي بلاصه كيزا راه كيبانو النقاط ديالها سمعنا النقاط سمعنا مالي فرطه اخوتي الماء انا مالي تفرط فرط الشتاء وبالصحه والراحه سيدي الله يتبارك معك وبالصحه والراحه اسامه تعلمي يعوم في لابيسين يلا اسامه ورينا شي شويه يلا ورينا داكشي اللي تعلمتي يلا سير بابا يلا 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 او برافو اسامه برافو 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 بابا يلا وسام يلا وسام يلا 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 برافو 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 برافو
كتهطز زعما هذا ولا شنو؟ اوه وفاء شنو هو الاحساس ديالك كتشوفي ولدك تيعرف يعوم؟ في الاول كنت خايفه صراحه الله ما كان لي اي قال لي راه تيعرف انا ما تيختوش حتى شفت تبارك الله دابا ها هو غادي يجن غير بشويه عندك هذاك راه ماضي في الجناب راه ماضي فرحه كتحس بالفرحه الحمد لله كتقول اللهم لك الحمد اي بصراحه الله دار واحد المجهود باش ماشي ما درتيش مجهود بزاف سواء عقله خفيف سواء عقله خفيف برافو 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 سلام سلام كتبقى خايفه مع السلامه لا 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 انا ديتو فاش كنا في بوزنيقه فاش كنا في بوزنيقه راه صافي تاكدت بانه تعلم يوم لحقاش بقيت معاه بقيت معاه تبارك الله تشد وانا ما زغتو شي شويه باش يولي تولي عرفت دابا ما تخافيش عليه دابا كيهز راسو فوق الماء كيبقى فوق الماء يلا وافا باش ما نطولوش على المشاهدين ديالنا كان هذا هو الفيديو ديالنا وحتى لهنا غادي نقولوا لكم الله يخطيكم علينا وشكرا لكم والسلام عليكم اخوتي حتى فيديو اخر ان شاء الله الى فيديو اخر ان شاء الله وحنا ديما ديالكم ومرحبا بالمتتبعين الجداد مرحبا بكم في القناه ديالنا نتمنى تعجبكم وتحيه لكم كبيره كما قلت داخل الوطن وخارج الوطن والسلام عليكم حتى فيديو اخر ان شاء الله يلا اسامه قول لهم بالسلامه.